جوه عقل كل اهلاوي مفيش غير سؤال واحد، هنعمل ايه في ماتش النهائي؟ على احر من الجمر كل جماهير النادي الاهلي مستنيه ان شاء الله باذن الله نلعب بقى مباراه النهائي وان شاء الله نفوز ونتوج بالبطوله. بس من هنا لغايه لما الحكم يدي اشاره البدايه عندنا مشوار مهم جدا، وعندنا مرحله استعداد وتجهيز. ويمكن كنت بتكلم مع كابتن عادل طعيمه بساله رايه في مباراه طلائع الجيش اللي هنلعبها ان شاء الله يوم السبت، وهتكون مباراه تتويج وبطوله الدوري العام. هل شايف انه يتم استغلالها لتجربه وتجهيز اللعيبه في بروفا كويسه لمباراه نهائيه، ولا الافضل ان احنا نريح القوام الاساسي وندي فرصه للوجوه اللي يمكن كانت بعيده شويه انها تاخد فرصتها في اللعب امام طلائع الجيش؟ اهلا بيك طبعا مره ثانيه كابتن عادل، رايك ايه في مباراه الطلائع؟ يعني شايف ان التوجه داخل الجهاز الفني يميل ايه اكتر، وازاي ممكن نستفيد بالمباراه دي؟ مش هيخش في ذهن اللعيبه ان هناك اساسي واحتياطي، دي مش هتخش في ذهنهم لان هم متربيين على كده. أيوة. الحاجه المهمه ان هو عندك مع وحيد في الباك ليفت، عندك احمد فتحي، عندك وليد سليمان، عندك حمدي فتحي ما لعبش الماتش اللي فات غير 5 دقايق، عندك ديانج، بادجي، عندك جيرالدو، عندك احمد الشيخ، يعني عندك الناس اللي هو المفروض ان هو بيجهزهم بحيث ان انا بيبقى عندي لو انا قوامي الثابت 11 وعندي 8 يبقى في بينهم تنافس ان هم يخشوا معايا في ماتش. وكل حاجه قلتهم دول في ماتشات كتير كانوا بيلعبوا اساسيين، ما دول علشان كده يعني الرساله اللي بنقولها للعيبه ما فيش حد اساسي واحتياطي. أيوة. انت بتتمرن كويس هتلاقي نفسك في التشكيله. تمام. خاصه ان النادي الاهلي بيلعب بال20 ال22 في العالم كله دلوقتي في الكلام ده. فطبعا انا بحييه جدا ان هو في فترات كده حمدي فتحي راح ما لعبوش خالص الماتش اللي فات، لعبوا اخر اظن 5 دقائق. ايوه، يبقى بيحضروا للماتش اللي بعديه ثم الماتش الاخراني. فدي برضو وليد سليمان نفس القصه، مريحه